اللي قالها الدكتور طارق شوقي رئيس المجالس المتخصصه اللي بتتبع رئاسه الجمهوريه فيما يخص التعليم والبحث العلمي او وقضيه التعليم تحديدا يعني. قال وهي جمله ممكن تنطبق على كل ما يمكن ان يتم في مصر. احنا تاخرنا في الاقتصاد، تاخرنا في التعليم، تاخرنا في مواقف كثيره جدا، تاخرنا بقى في البيروقراطيه في السياسه، يعني ماشي احنا تاخرنا. ليه ما نشوفش ايه الاحدث، مش الاحدث الحالي، الاحدث اللي القادم للعالم. يعني نشوف ايه هو الحديث اللي العالم هيفكر يطبقه ونشتغل عليه. في الحالة دي احنا هنسبق كده او نعوض اللي اتأخرنا بيه. عارفين المثل زي ايه؟ زي ما واحد مثلا يعني يكون فات عليه سنة في التعليم، فبدل ما يعيد السنة دي بيفكر انه ينط سنة. هي دي الفكرة بالظبط اللي عايز اوصلها لحضراتكم، ويمكن الفكرة دي احنا بنرجوها من العلماء. اول طلب حضراتكم، احنا عايزين الحديث، كل شيء حديث بيفكر العالم يطبقه ونشتغل عليه دلوقتي، مش اللي اتطبق قبل كده في العالم. طيب زميلي كريم رجب موجود معايا من امام المطار الغردقة، وهو يعني ممكن يقول لنا شوية معلومات بخصوص مين الوفود اللي جاية من علماء واي البلدان، ولو في اجندة مبدئية لصيغة العمل النهاردة، وايه المفترض يتم النهاردة، هل فقط مقتصر على استقبال الضيوف ولا يكون في لقاء ودي او اجتماعات نقدر نقول غير رسمية ودية بين حتى العلماء نعرفوا بعضهم اللي جايين من كل مكان. فضل يا كريم. نعم أيمن، يعني الآن وصلت رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى هنا في مطار الغردقة، وهذه الرحلة كانت تقل حوالي 22 عالما مصريا سيشاركون في مؤتمر مصر تستطيع. هذا العدد يعني هو من إجمالي حوالي 33 عالما مصريا سهم إجمالي المشاركين في هذا المؤتمر العلمي الكبير الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار. الوفد الذي سيصل اليوم سيكون على رأسي العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، وهو ضيف شرف هذا المؤتمر، وأيضا سيصل في رحلة الغد ضيف شرف المؤتمر الآخر وهو الدكتور مجدي يعقوب. هذا المؤتمر يعني سيعقد على مدار يومين، وسيكون في عدد من الجلسات المتعلقة بعدد من الموضوعات الهامة كمشروعات الطاقة والبنى التحتية والمشروعات الثروة تنمية الثروة السمكية وغيرها من المشروعات الأخرى التي يتميز فيها هؤلاء العلماء في على مستوى العالم. أيضا خلال هذا اليوم سيكون هناك عدد من اللقاءات الودية وأيضا اللقاءات التحضيرية لهذا المؤتمر. فمنذ الصباح وصلت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة لشؤون الهجرة ولمباشرة كافة التجهيزات والتحضيرات المتعلقة بهذا المؤتمر، وسيكون هناك مجموعة من اللقاءات التي ستعقد على قبل انطلاق هذا المؤتمر، وأغلب هذه اللقاءات ستكون لقاءات ودية ولقاءات تجمع بين الأجهزة التنفيذية هنا في محافظة البحر الأحمر وأيضا العلماء المشاركين في هذا المؤتمر وأيضا بعض المنظمين لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر أيضا أيمن يعني الكل هنا في محافظة البحر الأحمر وتحديدا في مدينة الغردقة يستعد لاستقبال هذا الوفد الكبير للعلماء، الذي يعني لأن هذا المؤتمر لأول مرة يضم عدد كبير من العلماء المصريين في الخارج والمتميزين في المجالات العلمية المختلفة. أما باقي العلماء سيصلون على عدة رحلات على مدار هذا اليوم، وأيضا ستكون رحلة أخرى ستصل في صباح الغد وسيكون على متنها الدكتور مجدي يعقوب. أيضا هناك عدد من الطلاب المتفوقين المشاركين في هذا المؤتمر، ويصل عددهم إلى حوالي 60 طالبا من الطلاب المتفوقين، والذي اختارتهم وزارة الدولة ليكونوا لإعدادهم كصف ثاني ولتحضيرهم ليكونوا علماء في المستقبل مثل هؤلاء العلماء البارعين في المجالات العلمية المختلفة. إذا أيمن نحن في انتظار خروج وفد العلماء الذي وصل الآن إلى مطار الغردقة، ولكن نظرا لاستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالخروج من صالة الوصول سيتم يعني خروج العلماء، وأيضا يعني يقومون ب يعني أو نقلهم إلى مكان إقامتهم، ومن ثم يعني في المساء يكون هناك لقاءات ودية على هامش هذا
المؤتمر. إليك أيمن. طيب كريم، طبعا يعني بداية وأيضا يعني تعرفنا من خلالك على طبعا ضيوف الشرف محاور، هو الدكتور فاروق الباز طبعا العالمنا الكبير في ناسا، والدكتور مجدي يعقوب القلب، والمحاور زي ما انت قلتها الطاقة والبنية التحتية والثروة السمكية اللي هي الأمور اللي محتاجينها. طبعا أتمنى أكيد هنلاقي التعليم وقضايا تانية موجودة ملحة الاقتصاد المصري، خاصة موضوع الاستثمار وغيره. بالنسبة بقى للجانب الرسمي للدولة، هل في أنباء عن عدد من الوزراء، افتتاح المهندس شريف إسماعيل، هل هو هيكون هيفتتح المؤتمر وهيكمل، هيحضر حتى ورش العمل والجلسات؟ وفي نفس الوقت هل الدولة من جانب الرسمي برضو، هل الدولة ممكن تاخد نقول وثيقة العمل الختامية؟ هل هناك تعهد من جانب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تعهد أن تاخد وثيقة عمل هذا المؤتمر تقدم إلى الوزارات، أو نقول تقدم إلى الجهة الأساسية في الدولة المنوطة بالتنفيذ واللي بتدفع زي الرئاسة مثلا؟ بالطبع أيمن، يعني الجانب الرسمي في هذا المؤتمر هو جانب كبير وسيشارك أيضا في جلسات هذا المؤتمر. على رأس المشاركة الرسمية سيكون هناك يعني تمثيل كبير، وأيضا سيكون على رأس المشاركين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي سيكون له كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة 11 وزيرا من الحكومة، وهذه يعني سيمثلون الوزارات المعنية بالموضوعات التي سيتناولها المؤتمر على مدار يومين. بعدما يتم يعني او بعد مناقشات هذا المؤتمر سيتم الوصول الى توصيات ورؤى مختلفه في المجالات المختلفه، ومن ثم يعني جدوله هذه التوصيات في يعني اطار زمني محدد حتى يتم الاستفاده منها مستقبلا، وسيتم يعني وضعها في الخطه الاستراتيجيه للحكومه، وبالتالي هي يعني تلك هي القيمه الحقيقيه من وراء هذا المؤتمر. وايضا سيكون هناك الزام او يعني او تعهد من جانب الحكومه لتنفيذ هذه التوصيات حتى تنهض بالاقتصاد المصري، وايضا تنهض بالعمليه التعليميه وباقي المشروعات التي تحتاجها مصر في هذه المرحله العصيبه. اذا ايمن، يعني هذا المؤتمر يعني ربما يكون الاكبر من نوعه من حيث المشاركه العلميه وايضا من حيث المشاركه الرسميه. بشكرك جزيلا زميلي طبعا كريم رجب مراسلنا طبعا نهار اليوم من الغردقة، واكيد هنضل معاك، واتمنى في كل الاحوال، وده سؤال اخير يعني، الطقس عامل ايه واحنا دلوقتي برد في القاهرة؟ فالطقس هيبقى متعب شوية ولا ايه؟ كريم ما سمعنيش، بس عموما يبدو ان الطقس يعني مش برد قوي، فده في حد ذاته برضو يعني نقدر نقول يعني يطفي نوع من الأريحية في إقامة المؤتمر ده في الغردقة. النقطة اللي عايز أقولها لحضراتكم برضو، وإحنا بنستقبل طبعا مفترض عرفنا أن الطيارة اللي جاية من مصر الطيران حسب مراسلنا كريم رجب منتظر أنها تستقبل 11 عالم موجود على متن هذه الطائرة اللي حطت بسلامة الله في مطار الغردقة، وهيكون على رأسهم طبعا دكتور فاروق الباز عالمنا الكبير في ناسا، وهيكون طبعا يعني هو ضيف شرف هذا المؤتمر. طبعا يعني مفترض يعني هيكون في معلومات عن أسماء هؤلاء العلماء اللي جايين والباحثين والمفكرين، فهيكون في بيانات عن أسمائهم طبعا زي على حضراتكم، وكل تخصص وكل إنجاز كل عالم وباحث أسهم فيه خلال يعني الحالة الإنسانية أو خلال ممارستهم للعمل الإنساني. احنا بنقول إنساني ليه؟ لأنه هو لما بيشتغل بره وبيدي بحث علمي أو بيدي دراسة اقتصادية أو بينشئ مركز ما أو بيسهم في حل أزمة ما في دولته، بنقول ده شغل إنساني. ويمكن يعني في مؤتمر الشباب، وأنا عايز يعني أجد ربط ما بين ما يحدث في اللي بنشوفه النهارده وبيحدث دلوقتي في استقبال العلماء، ويمكن بكره كمان هيكمل وبعده المؤتمر اللي بكره وبعده لمؤتمر اللي بتنظمه طبعا وزاره الهجره وشؤون المصريين بالتعاون مع شبكه تلفزيون النهار، اربط هذا الامر بمؤتمر الشباب. مؤتمر الشباب اللي تم في اكتوبر الماضي هيكون كل سنه في شهر نوفمبر،
وتم يوم السبت الماضي عن دورة يوم شهر ديسمبر، يعني هيكون بشكل شهري، يعني هيكون هناك مؤتمر شهري باسمه الشباب. الاتنين دول المؤتمرين دول بيبصوا لإيه أو بيهدفوا لإيه؟ أنا باخد من الشباب أفكار جديدة أو أفكار خارج الصندوق وطموح الشباب، أنا ببص على المستقبل، ببص على إيه العالم بيفكر فيه أعمله، مش العالم عمله وطبقه عشان أنط الفترة الجاب الثغرة الكبيرة اللي أنا ما لحقتهاش في التحديث والتنمية والاقتصاد والأخلاق وغيره. المؤتمر ده كمان بيبص على المستقبل، ده محور اللي بيجمعنا كلنا دلوقتي. الدولة عايزة تبص على المستقبل، طبعا الدولة وإن كانت سلطتها التنفيذية بعيدة شوية في تنفيذ إجراءاتها المعتادة البيروقراطية بكل وزارة، لكن الشعب ذات نفسه عايز يبص على المستقبل، احنا كلنا عايزين نبص على المستقبل وعايزين ايه المستقبل بيفكر فيه العالم ونطبقه. يعني كان على سبيل المثال من ضمن الامور اللي كانت ممتازة جدا من الاقتراحات، يمكن برضو كان اعضاء المجلس التخصصي الرئاسي لما تحدثوا في مؤتمر الشباب، امثال طبعا دكتور عكاشة ودكتور طارق شوقي وغيره، انه تحدثوا، وكان على فكره الكلام ده كان بحضور وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وايضا وزير التعليم العالي، كلموا انه مصر متاخره حتى في تقسيم التعليم، تقسيم التعليم، تقسيم المناهج في حتى في الجامعات، حتى المناهج مش بس مناهج في ثانوي ولا اعدادي ولا مراحل الابتدائي، مصر متاخره بشكل كبير جدا لدرجه حتى تقسيم العلوم اللي بيدرسوها في الجامعه. في العالم كله بيشتغل دلوقتي حاجة اسمها بتدرس علوم إنسانية وبتدرس علوم غير إنسانية. يعني علوم إنسانية يعني إيه؟ يعني اقتصاد، كل حاجة العلوم اللي انت بتشتغل بيها، اقتصاد بقى، سياحة، طب، هندسة إلى آخره، علوم غير إنسانية انت بتتكلم في حاجات زي فلك وبتطلع علماء وبتطلع باحثين وبتطلع إلى آخره، وبتخش في إطار المنظومة دي كلها. إن احنا مثلا احنا كمان من ضمن الازمات عندنا ان كل الدنيا مرتبطة زي ما احنا فاكرين كده بتغيير شخص، غير وزير شيل وزير حط وزير، غير مسؤول شيل مسؤول غير حط مسؤول، فخلاص الدنيا تشتغل. ما عندناش هيكل اداري او هيكل تنظيمي لخطة واضحة كل اللي يجي يشتغل عليها، زي بالظبط كده القطر، زي القطر وهو بيمشي مهما تغير السواق القطر ماشي في طريقه اللي هو اترسم ليه. يعني مثلا ما عندناش حاجة اسمها مجلس اعلى للتعليم مثلا بيحط سياسات التعليم او اساسيات التعليم لعشر سنين، مهما بقى تغير الوزير او مهما تعدل مسؤول او غيره ملوش دعوة. ما عندناش خطة، طبعا الدولة بتقول ان هي عملت خطة اللي هي طبعا 2020 دي الحكومة، من جانب الحكومة قالت انا عندي خطة وعندي كذا وهستفيد منها، طبعا لما اتكلمت في إطار الموازنة وغيره والتضخم ونسبة التضخم ونسبة أيضا الارتفاعات في الدولة إلى آخره، ده دولة وضعها. طيب هل ممكن من خلال هذا المؤتمر أنه حضور الشخصيات المميزة المصرية دي ممكن يكون منها هدف في أو نقول أفكار جديدة تساعد الدولة في انه او تحط على الاقل خطة، فاكرين اللفظ ده القديم، خطة خمسينية للدولة مستقبلا، تحط خطة خمسينية للدولة مستقبلا لمدة 15 سنة، او ليه هنروح بعيد لخطة النهوض بالدولة 2030 2030، دول لازم يساهموا في الخطة دي، خطة النهوض بالدولة 2030. مؤتمر الشباب ده اللي عايزه الشباب على فكرة، وده المنتظر من هذا المؤتمر، وطبعا كل منتظر برضو من هذا المؤتمر انه المستقبل الجزء الجامع في كل الاحداث اللي بنشوفها دلوقتي، الغردقة ومؤتمر الشباب وحتى المؤتمرات التانية اللي اتباعا لمؤتمر الشباب، الكل بينظر الى المستقبل، الكل عايز المستقبل يكون افضل لاجيال واجيال.
بس عايز انوه على الخبر العاجل قدام حضراتكم. دونالد ترامب طبعا رئيس امريكا المنتخب، الى الان بيطلق عليه هذا اللفظ رئيس امريكا المنتخب، ولانه هيستلم يوم 17 يناير رئاسة اكبر دولة واكبر اقتصاد واكبر قوة عسكرية في العالم. بيعلن رسميا اختيار الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل يعني وزير للخارجية اسمه ريكس تيلرسون، بيعلن وزيرا للخارجية. طبعا تيلرسون يعني ما نعتقدش انه لديه خبرة كبيرة جدا من ناحية دبلوماسية، وطبعا لما واحد رئيس شركه تنفيذي لشركه موبايل او اكس موبايل او موبايل، ان هو هل منتظر منه ان يكون لديه خبره ودرايه لموبايل؟ هل منتظر منه ان يكون لديه خبره، ممكن يكون لديه خبره دبلوماسيه فيما يتعلق بالنفط؟ يعني هذا الاختيار، اختيار ترامب، يؤشر الى انها حكومة او هتكون يعني ذات مضمون او شكل سياسي لكنها مضمون اقتصادي. يعني وده على فكرة اللي راهن عليه ترامب قبل كده في خطابه اول ما طلع، لما اتكلم على الاقتصاد والعمالة الامريكية بقت يعني مهدرة واحنا بنجيب عمالة من المكسيك بس طبعا اللي بيقلق الامريكيين من الداخل، اللي بيقلق الامريكيين من الخارج من جانب ترامب موضوع الضرايب. يعني خلي بالكو، يعني يمكن الخبر ده، خبر ترامب لتعيينه ريكس تيلرسون، مش مفيد قوي للامريكيين من جوه. هم بالنسبه لهم خفض ارفع ضرايب نزل الى اخره، لكن بالنسبه لينا احنا كشرق اوسط ما نعرفش واحد كان مدير تنفيذي لشركه نفط هيبقى وزير خارجيه. هيتعامل بالقطاره بقى. وطبعا شركه موبيل اكسون دي طبعا شركه من سنه 1975 واشتغل فيها من 1975، وصل لحد رئيس مجلس الاداره ورئيس التنفيذي. يعني هو من عام طبعا 2006 كان تعيينه هو تيلرسون. طيب انا معايا دلوقتي ارجع لكريم لان معاه احد الضيوف دكتور رشدي حافظ، هنتعرف طبعا على يعني المجال اللي عمل فيه دكتور رشدي لانه معتقد ان هو من كندا. وطبعا يمكن اسماء الى حد ما مش معروفه الا للنخبه في مصر اللي بيقروا ويستطلعوا. هروح دلوقتي لزميلي كريم رجب، ارجع له تاني وعايز اتعرف طبعا وبرحب نقول للدكتور رشدي الحمد لله على السلامه يا كريم. نعم أيمن، يعني من ضمن العلماء المشاركين في هذا المؤتمر الدكتور رشدي حافظ، وهو أستاذ هندسة الكمبيوتر بجامعة كارلتون بكندا. وأيضا من ضمن محاور المؤتمر سيكون هناك محور خاص بتكنولوجيا المعلومات وكيفية استثمار في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. معنا الآن دكتور رشدي، وبنقول حضرتك الحمد لله على السلامة دكتور. ويعني هذا المؤتمر ماذا يمثل لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة يعني أنه من أهم القطاعات التي دخلت مجال الاستثمار مؤخرا؟ طبعا يعني هو حاليا التكنولوجيا من المبادئ الاساسيه انك تبني يعني بنيه تحتيه للتكنولوجيا، زي ما بتبني بالظبط الكباري والشوارع لازم توفر الحاجات دهيت للصناعه والتجاره في مصر. فعلى هذا الاساس يعني احنا بصينا لها من الناحيه دي، ان التكنولوجيا دلوقتي من الجزء الاساسي جدا لنهضه البلد. واحنا في وضع يعني كويس جدا ان في وضع مصر تقدر تستفاد بيه من كل الاحداث التكنولوجيه الحديثه اللي بتحصل وتطبقها في منطقه قناه السويس، وتبقى هي دي الشراره اللي تستمر في مصر كلها ان شاء الله. يعني هذا المؤتمر بيضم نخبه كبيره من العلماء في كافه المجالات والتخصصات، وبالتاكيد يعني قد يكون لهذا له تاثيرا على الربط
بين المجالات المختلفة سواء تكنولوجيا المعلومات أو البنية التحتية أو مجالات الطاقة أيضا. يعني كيف يمكن الاستثمار أو استثمار هذه التوصيات أو هذه المناقشات التي ستكون على مدار يومين؟ بص، هو أهمية المؤتمر ده هو أنه فعلا بداية الحوار وليس نهاية الحوار. فأنت عندك ناس عايشين برا ومكتسبين خبرات في عالم مجتمعات ناجحة، واحنا عندنا في مصر هنا في الداخل خبرات كبيرة، فمحتاجين لحوار ما بين الاثنين. وهو ده فعلا النجاح الحقيقي للمؤتمر، ان يربط الخبراء في الداخل والخبراء في الخارج، وعلى اساس نطلع بعض المشاريع القومية ونمشي على هذا الاساس يعني. فهو بيقول ان هو بداية الحوار وليس نهايته يعني. دكتور رشدي، ماذا يخطط يعني من مشروعات خلال الفترة المقبلة في مصر؟ انا المشروع اللي هتكلم عليه بالذات ان هو يتبنى بنية تحتية كاملة للتكنولوجيا، يعني حاجة اسمها الكلاود كومبيوتنج وحاجة اسمها البيج ديتا، انها تتعمل وتبقى افيلابل، يوفروها لناس كتير، شركات كتيرة صغيرة، بحيث تقدر تستفيد منها وتخليهم مثلا تكاليف بداية شركة صغيرة انها تشتغل في مجال التكنولوجيا بقى اقل، ويبقى عندهم حاجات مصادر كتيرة للمعلومات التكنولوجية. الحاجات دي ممكنة، وبنقترحها انها تتعمل في منطقة القناة كبداية، على الاقل مثلا بنربط ثلاث مناطق بتاعه اللوجيستيك اللي هتتعمل في قناه السويس، اللي هي في العين في السخنه وفي بورسعيد وفي الاسماعيليه، عايزين نربطهم بشبكه قويه من تكنولوجيا المعلومات. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رشدي حافظ، استاذ هندسه الكمبيوتر بجامعه كارلتون بكندا. شكرا جزيلا لحضرتك. ايضا ايمن، يعني كما وضح من خلال هذا اللقاء ان المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس سيكون لها نصيب كبير سواء فيما يخص مشروعات تكنولوجيا المعلومات وايضا في مجالات الطاقه وغيرها من المشروعات الاخرى. واعود اليك ايمن مره اخرى في الاستوديو. شكرا زميلي الكريم رجب، وشكرا ضيفك طبعا المنور مصر وحمد لله على السلامه دكتور رشدي حافظ، طبعا خبير هندسه التكنولوجيا، اللي يقترح اول حاجه نعرفها هو اقتراح للتكنولوجيا البنيه التحتيه، يعني عارفين يعني ايه، يعني وصلات جديده بنيه تحتيه عشان المعلومه دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه بقت هي بتعد بوزن الذهب، لان ممكن تكسب منها او ممكن تخسر منها. هنروح لموجز لام الانباء ونرجع نكمل مع حضراتكم احداث النهار. هنروح لهاجر نعرف أهم وآخر وأحدث